اهلا وسهلا فيكم. ما في احلى من صوت لينا زياده، هالصوت الملائكي لنبلش الاجواء الاحتفاليه بعيد الميلاد المجيد. ودفنتلي الملائكه كورالينو كواير يستاهلوا زقفه كتير كبيره منها. بيقولوا انه نضوي شمعه خير من ان نلعن الظلام الف مره. مش عم نضوي شمعه، عم نضوي شجره. بيقولوا انه نحن كلبنانيين لازم نتوحد على هدف واحد. اليوم عم نتوحد على 17 هدف للتنمية المستدامة لتحقيق أجندة 2030. بيقولوا لو كان للقمر طريق لرأيت أول الذاهبين إليه اثنين، الأول يحمل قلماً ودواتاً. وهيدا الشيء دلالة على الفكر، وهيدا كان تشارلز مالك يلي هو أسهم باليونيفرسال ديكلاريشن أوف هيومن رايتس اللي عم نحتفل اليوم بعيدها 70. والثاني يحمل كشكاً، والدلالة على التجارة وعلى الذوق الرفيع. والمثال هو زهير مراد المصمم العالمي الساحر بلمساته يلي عم نشوفها اليوم على شجرة الميلاد. والاثنان هما من بلد يدعى لبنان، دولة الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالنائب بهية الحريري، حضرة النواب، أصحاب السعادة والمعالي، our esteemed guests يلي كلكن members of Global Compact Network Lebanon extended family, our friends، أهلا وسهلا فيكن بالأجواء الميلادية بامتياز يلي رح تتوج بإضاءة شجرة الـ SDGs أو شجرة أهداف التنمية المستدامة، الشجرة التي سنعلق عليها أمنياتنا ودعواتنا وقناديل دموعنا وأهدافنا المستدامة.